بونجور. انا كنت حكي مع مدام يولا بخصوص توظيف. توظيف؟ توظيف لمين؟ لا لي، لا انا شاغل برا بباريس. ليش عم بحكي؟ ايه لا انا بعمل ميك اب وهيك، كنت بباريس بتار. يولا عطيتك موعد؟ نعم، بس معلش انه انا غير اللي عندك، يعني انا بايطاليا، لندن، باريس، بعمل لمسه غير، يعني ما بتسمحي لي. تفضل ولو خد راحتك، بس نحن اصلا رجال ما بنشغل، حتى رجال ما بنستغل. انا عاده مش مع مين ما كان بشتغل، بس أنا يعني اذا عندك عروس، اذا عندك عروس. انا كنت اعمل ديفيلي لشركه كثير مهمه، فانا جيت على لبنان وبفكر استقر هون، واذا عندك ديفيلي بعمل بشتغل، اذا عرس كثير كبير بشتغل. سوري هيك ما بشتغل يعني، بس هو انا اصلا ما بستقبل رجال، بس بما انه اختي عطيتك موعد رح شوف شو بتعرف تعمل. انا مش سامعه فيي حضرتك. لا إيه؟ لا نشأة الشلفون حضرتي. نوال عاشوتي، تشرفنا. فينا هلا عندي دموزير، عندي استيتيك، فينا نشوف شو بتعرف تعمل بالميك اب. شو بعرف؟ إذا بدك فيك تقولي شو فيك تعلمنا بالميك اب، معلش كل تواضع، يعني أنا خلقت الريشة بإيدي و إيه إيه لا عن جد، بعدين غير لمسة أنا عن جد، أنا من هلا بقول لك يعني عرسي كبير أوكي بشتغل، ديفيلي كبير بشتغل أوكي، بس إنه ضل بالمحل على الطلب أنا أكيد. إيه وأنا ما بيهمني كمان الضل بالمحل. إيه صح، لا منيحة إلي بحق باسمي وكذا ولا منيحة. بس إذا بتعمل ميك اب أنا بيهمني حدا إيه؟ يعمل ميك اب لأعراس. صح أوكي، عرسي كبير اوكي، عرس كبير رح اوكي. رح عيط لإلان. ايه ما عندي مشكلة، ما عندي ما عندي مشكلة. إلان إلان بونجور يا عروس، كيفك؟ ماشي الحال؟ نشأة بدنا تفوتي معه خلي يعمل لك ميك اب على وشك لنشوف شو بيعرف يعمل، لأنه نحن هيك بدنا نوصفه. لحظة، بدك إياه خارج نهار ولا خارج السواري ولا كيف؟ أكيد خارج عرس. خارج عرس تفضلي. وين؟ هون هون. أها تفضلي. عندك هذا الستاند وكل الاغراض الميك اب. ما تفضلي تفضلي. بس بدي قلم الاسود، بتستعملوا قلم اسود انتوا هون ولا؟ بشك فيه. اوكي. من رخي اعصابنا اهم شيء. ايه نحن نبلش بالعيون اول شيء، انتو بشو بتبلشوا؟ كل واحد عنده تكنيك. كل واحد عنده التكنيك تبعه. انت شو الالوان اللي بتلبسيها مثلا اذا عندك عرس؟ حسب، كل عرس بلبس لون معين، ما في لون معين. فيني شوف شو عم تعمل لي؟ لحظة بس لحظة بس تسلمي لي. فاشن لحظة لحظة تسلمي لحظة بس ليحة ليحة يا حبيبتي ليحة. لحظة ستوب ستوب ستوب، هيدا معقول عم بتحط لي الأومبرة بلاش؟ مش منطق. نحن عنا هيك شو؟ فيني شوف شو عملت؟ بس خليني بعد ضربة صغيرة بس آخر لمسة مثل ما بيقولوا. آخر تشويها قصدك؟ نعم، ليش عم تحكي؟ القفلة حلوة لأن هاي ميك أب. ما رح أنسالك يا بحياتي، بس فرجيني. لحظة صغيرة هلا من ما بتحطي رموش كذا، ما بنحط، ما في لزوم، بس خليني بس ضربة صغيرة ما عليك تستني لي. هيدا شو عم بتحط لي؟ لحظة يا عمي. اوكي فرجيني المراية عمول معروف. لحظة بس. فيني شوف شو عم بتحط؟ حسب شو لابسة تياب. لبسة موف هلا. خلص هيدا ايه. هيدا هو، فيني شوف المراية كيف؟ شو شو واحد فيه؟ ليش عم تحكي معي هيك؟
ما بعرف وين حطوها المغي. ايه خلي خليك معلش مرتاح. ايه انت لابسه موف يعني ما بيطلع احلى من هيك على الموف. شو نوال شو نوال نوال ليك موديل؟ معقوله هيدا ميك اب؟ معقوله لا تعمل لي هذا الميك اب؟ لحظه لحظه هيدا شو وقفي وقفي اذا بتريدي. لا وقفي وقفي حدا هيدا ميك اب وقفي حدا هي اكل لابسه موف. ايه هيدا ميك اب كلون هيدا انت بتعرف تعمل هيدا بتستقبله نفسي اصلا شو كنت عملت؟ هي قلت لها شو لابسه؟ قال موف على العرس. لا لا بس انت شايف حالك على المرايه؟ قرب لي لحظه. طب لعبتي لو بتقل من هون احسن من هون. انا قرب قرب قصدك انت بتعملي هي انت شو قلتي لي لابسه؟ ايه شو ما قالت لك؟ عمول معروف هلا برا. طب لحظه ما بنستقبل رجال عندنا. طب لحظه حق اختي يا لحظه طب لحظه لبرا طب لحظه لا هي ما بدها هلا برا هي قالت لي. طب لحظه خليني انت شو قلتي لي لابسه؟ ما بدنا تشتغل عليك. شو ما لابسه هذا ميك اب برايك؟ انت قلتي لي لابسه موف. لا لا برا انت بدل ما تجملها وتطلع شو انت واحد مشو ما خصك بده حدا بس وحياه شو بدي خبرك بعقده انت لحظة لحظة نحن 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 نشتغل غير مطرح. أول شيء اسألي إلي. ما بدي أسأل حدا. إلي هو قال لي ركب كاميرا عندك. نحن تلفزيون عنده هون. شو اسمه ابنك؟ إلي. إلي. إلي ركب كاميرا هون؟ إيه وحية طلع ما طلع التلفزيون الجديد نحن نجوم الظهر. أوكي. أنت قلت لي لابسة موف. ظهرنا برا. بس بدي منك تقولي الباي للكاميرا أنت وهيك أنت وهيك أنت وهيك. مش عارفة أعمل. يلا.